نرجو منكم الاشتراك بقناة المدرسة العربية الوطنية وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليصلكم كل جديد. والآن مع فقرة حديث الشريف والطالب يوسف. إن الله رفيق يحب الرفق. الجديد والمفيد وفقرة هل تعلم مع الطالبة يسرى. هل تعلم أن النساء يملكون حاسة السمع أقوى من الرجال؟ هل تعلم أن الإنسان لديه بصمة لسان مثل بصمة اليد وتختلف من شخص لآخر؟ هل تعلم أن النساء يستطيعون الرمش بشكل أكبر من الرجال؟ الحماس والنشاط في فقرة سؤال وجواب مع الطالبة جود. من أين تنفجر أنهار الجنة؟ لا. الشمس؟ لا. عيد السؤال. من أين تنفجر أنهار الجنة؟ عيد السؤال. من أين تنفجر؟ من أين تنفجر أنهار الجنة؟ صح. مين؟ يلا بتكون لها هدية هاي. مين هي صغريها؟ آمن الحوامدي واقفه هون. شو السؤال؟ من أين ثانية شو السؤال؟ من أين تنفجر الجنة؟ أنهار الجنة. شو الجواب؟ جنات فردوس. إيش؟ جنات فردوس. مزبوط السؤال الجواب. جنات الفردوس. يلا. كم تعادل الصلاة بالصلاة في المسجد الحرام؟ 10 صح. يعرف يجاوب. تعال يا أكرم. عيدي للسؤال يا حنان، وقفي هون عشان الناس يستفيدوا من الأسئلة. تعال وقف فوق. لا مش حافظة. شو سألتي وأنا بعيد. كم تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ قديش حكيت؟ 100,000. زكفولوا لك. هاي له هدية يا أكرم. من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ عيسى. صح. ممتاز. شو السؤال وشو الجواب؟ أعطيها الميكروفون. سؤال مين؟ من هو الصحابي اللي اهتز لعرش الرحمن لموته؟ سعد بن معاذ. رضي الله عنه. سلام. والآن مع الطالبة جود اللي سمعتني. جود كمان. جود. قصدي. ريم علي. خذي. يلا. اللهم أنصر أهل فلسطين. اللهم. قولوا آمين. اللهم. أنصر أهل فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى وأجبر كسرهم وأشفي مرضاهم وتقبل شهدائهم برحمتك. والآن مع الطالب حمزة. اللهم إني استودعتك فلسطين. آمين. علي. وأهلها كبارها وصغارها ورجالها ونساؤها وشبابها وأطفالها وأرضها وسماؤها
فاحفظها يا الله من كل سوء. آمين. ومكروه يا رب العالمين. آمين. والآن مع الطالبة جوري. جوري يا جوري شاطرة جوري هاي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلمسه فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. والآن مع الطالب أمير شو اسمه؟ أمير للدعاء. بالدعاء يلا يا أمير. علي الصوت، علي الصوت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء ابنك نعمتك عليك، وأبوء بذنبي، واغفر لي أنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. فترة الإسلام الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم وعلى ملة إبراهيم حنيفة مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وعلى سيدنا صلى رسولا. لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الصباح من إعداد الصف السادس بإشراف المعلمة ريم. نشكر لكم حسن استماعكم حتى نلتقي بيوم آخر. رافقتكم السلامة. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بقناة المدرسة العربية الوطنية وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليصلكم كل جديد.